احنا كنا خلصنا الاصحاح الرابع، المفروض النهارده نبتدي الاصحاح الخامس. شفنا في الاصحاح الثالث والرابع ربنا قال للنبي يعمل شويه حاجات كده بتبين اللي هيحصل في سقوط اورشليم. يعني قال له اعمل مكت كده لاورشليم وحاصرها بالجيوش عشان يبين له الوضع هيبقى صعب جدا في الحصار لما يجي نبوخذ نصر ويحاصر اورشليم. وبعد كده قال له تنام على جنبك اليسار شويه، وبعد كده تنام على جنبك اليمين عشان يورينا برضه. وفي كل علامه من العلامات دي بيورينا فعل الخطيه في الانسان ايه. الخطيه تصيب الانسان بالشلل، ينام على جنبه ده شويه ما يتحركش، ينام على جنبه ده شويه ما يتحركش. وبعد كده قال له يعمل الاكل بالطريقه المعينه اللي شفناها المره اللي فاتت، وبرده بتورينا حال الانسان في الخطيه، يقول لك بالغم والحيره. النهارده في الاصحاح الخامس هتشوفوا ربنا زعلان جدا 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 من اورشليم. لكن مش هنقدر ندرس الاصحاح الخامس قبل ما تطلعوا معايا شاهدين كده لازم نبص فيه. في لاويين 26 وتثنية 32 احنا بنقول كده بالعربي اللي اوله شرط اخره نور. ربنا كان متفق مع شعبه على حاجات يعملوها، فبيقول لهم ايه من اول آية، من اول اصحاح ده، اللي يطيع ياخد مكافأة، ومن اول آية 14 اللي يعصى هيبقى فيه عقوبة في لاويين 26. لكن ان لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا وان رفضتم فرائدي وكرهت انفسكم احكامي فما عملتم كل وصاياي. ويكمل ويكمل، شوفوا من اول آية 27 بيقول ايه. وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وأؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم. فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون، وأخرج مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقي جثثكم على جثث صنمكم وترذلكم نفسي. أدي لويين، شوفوا تثنية معايا في تثنية 32 كده. يعني ربنا كان قال لهم من الأول، يعني شوفوا من أول آية 19. فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرتهم، إنهم جيل متقلب أولاد لا أمان فيهم، هم أغاروني بما ليس إلها، أغذوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعبا، بأمة غبية أغيظهم. وشوفوا بعد كده من أول آية 28 يقول إيه. فإنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم، لأن من جفنة سدوم جفنتهم، ومن كروم عمورة عنبهم عنب سم، ولهم عناقيد مرارة، خمرهم حمة الثعابين وسم الأصلال القاتل. يعني الحقيقة ربنا من الأول قايل لهم تسمعوا الوصية وتعملوا بيها تأخذون خير الأرض، لكن هتخلفوا وتعبدوا أصنام وتمشوا بمزاجكم أنتوا اللي خسرانين. نبتدي الإصحاح بقى ونشوف ربنا بيقول للنبي إيه. وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا، موسى الحلاق تأخذ لنفسك وأمررها على رأسك وعلى لحيتك. يعني جيب زي ما يعمل الحلاق كده، بس الغريب يقول لك سكينا حادا، ومرة كمان يقول لك سيف، ويحلق شعر راسه ولحيته. ايه يا رب ده؟ انتوا عارفين ان حسقيال كان كاهن، وممنوع على الكاهن في العهد القديم انه يحلق شعر راسه وشعر لحيته، ممنوع.
كانت تبقى نجاسة وتبقى عار. حلاقة الدقن بالنسبة للشعر الرأس والدقن بالنسبة للكاهن تمثل رفضه من الكهنوت، كأن ربنا رفضه، وتمثل رفض ربنا للأنبياء وللكهنة دول إنه يبقى وسطاء بينه وبين شعبه، وتمثل حرب دامية. وبيقول له هات سيف واحلق، ولا هات سكينة حادة واحلق شعر رأسك واحلق دقنك. فالسيف يشير إلى حرب دامية وتشير إلى الذل والعار. كانوا زمان لما يقبضوا على ملك أو يكون خدوا ناس عبيد يحلقوا لهم، ده رمز للمذلة وللعار. فكأن ربنا بيقول، ولو أنتوا شفتوا إصحاح 3 بيتكلم عن مسؤولية الراعي، بيقول لحزقيال عينتك رقيب، فبيقول له إني أنبياء أورشليم وكهنتها الحقيقة كلهم مرفوضين. مرفوضين يعني لو قلبتوا معايا وجبتوا الإصحاح بتاع الراعي في حزقيال 34، وكان إلي كلام، أول آية، وكان إلي كلام الرب قائلا يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل. بيعملوا إيه يا رب رعاة إسرائيل؟ تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة، ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ يأكلون الشحم أو تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتسبحون السمين ولا ترعون الغنم؟ المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل، وتشتتت ضلت غنمي في كل الجبال. المهم بيقول له بحلاقة شعرك ودقنك أنا رفضت الكهنة اللي عندكم، رفضت كهنة إسرائيل ورفضت الأنبياء، ومش عود أتعامل مع الشعب عن طريق هؤلاء الكهنة وهؤلاء الأنبياء. وخذ لنفسك ميزانا للوزن وأقيمه. ميزان معناه أن أوامر ربنا دي وأحكامه مش أحكام كده وخلاص، دي أحكام بالملي، دي ميزان يعني كأنها ميزان ذهب، ربنا مش بيعمل حاجة كده وخلاص. فيقول له اعمل ايه بالميزان؟ واحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة إذا تمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه، وذر ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءهم. بيقول له تاخد الشعر دوت وتقول له تعمل الآتي، ثلثه يتحرق بالنار، ده رمز للي هيحصل في حصار أورشليم، كتير جدا هيموتوا من النار ومن المجاعة ومن الوباء، وثلثه اضربه بالسيف، رمز للي هيموتوا بحد السيف في حصار أورشليم وخرابه على يد نبوخذ نصر، وثلثه ادريه، ذريه يعني شتته كده، ده رمز للي باقيين هيتشتتوا في كل الأرض مش بس في بابل. تخيلوا معايا لو احنا عايشين في وقت حزقيال كده وشوفنا حزقيال النبي بيعمل الحركة دي، احنا شايفينه راجل محترم جدا وقيس فجأة قدام الناس يحلق شعر رأسه ويحلق دقنه ويروح طولته يحرقه بالنار، طولته يضربه بالسيف، وطولته يذري. الناس تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لهم ده اللي هيحصل فيكم، ما هو انتوا رفضتوا ربنا فربنا رفضكم. ده مش كده وبس، وخذ منه ايضا والقه في وسط النار، لا ايه 3، وخذ منه قليلا بالعدد وسره في اذيالك، وخذ منه ايضا والقه في وسط النار واحرقه بالنار، منه تخرج نار على كل بيت اسرائيل. بيقول له حتى اللي باقيين حط منهم مجموعة في أذيالك، يعني دول يعني ربنا هيحفظهم، وحتى اللي ربنا حفظهم دولت أو يعني البقية اللي عدلة شوية البعض منهم برضو هيقع. يقول له كده وخذ منه أيضا والقه في وسط النار واحرقه بالنار،
لكن الحقيقة البقية الأمينة الله سيحافظ عليها. فاكرين في دانيال؟ مش ربنا حافظ على دانيال والثلاث فتية؟ ده مثال. لكن هناك آخرين أمناء أكيد لم يذكروا والله حافظ عليهم، رمز للمجموعة اللي اتخذوا واتحطوا في أذيال النبي، قالوا دول أنا حافظ عليهم. وإن كان برضو أكيد في وسط الضيقة ديت البعض منهم ضعف. هكذا قال السيد الرب هذه أورشليم، لألا حد ما يكونش فاهم ربنا بيتكلم على إيه، تقول لهم هذه أورشليم. خسارة، أورشليم مدينة الملك العظيم تصير مدوسة بالشكل ده، خسارة. في وسط ربنا بيحكي بقى القصة بتاعته مع أورشليم. في وسط الشعوب قد أقمتها وحواليها الأراضي. أنا اخترت أورشليم واخترت هذا الشعب وأقمته في وسط الشعوب لذاتي عشان يشهد لي قدام الشعوب، ما عملش كده. يعني هم بيفتخروا ان هم شعب الله، بس هم مش واخدين بالهم ان هم شعب الله لهدف عشان يشهدوا لله امام الشعوب. وربنا يكرر كذا مره اقمتها حول في وسط الشعوب. رفضوا ان يشهدوا لله في وسط الشعوب والامم فرفضهم الله، عشان مش الافتخار احنا شعب الله وخلاص، لا، شعب الله تشهد لربنا، تشهد لالهك، انت ابن ربنا، خدت هذا الامتياز تشهد لربنا. فخالفت احكامي باشر من الامم. شفتوا دلوقتي بيقول دي فقط سدوم وعمور. وفرائدي باشر من الاراضي التي حواليها، اقمتهم ليا واديتهم الوصيه واديتهم الشريعه واديتهم الناموس عشان يحافظوا عليها، حافظوا على كل الحاجات الحلوه دي، رفضوها لأن أحكامي رفضوها وفرائدي لم يسلكوا فيها. طب والنتيجة؟ بما أنهم رفضوا شريعة الله، بما أنهم رفضوا ناموس الرب، هيبقى ليهم ناموس تاني بشع دلوقتي هتشوفوه. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنكم ضجقتم أكثر من الأمم التي حواليكم، يقول لهم فسدتم أكتر من الأمم اللي حواليه. تخيلوا شعب ربنا بقى أسوأ من الشعوب اللي حواليه، فاقوا صدوم وعدوا عمور. وربنا شفته عمل إيه في صدوم وعمور. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنكم ضجقتم أكثر من الأمم التي حواليكم ولم تسلكوا في فرائدي ولم تعملوا حسب أحكامي. شفناها في حبقوك لما قال جامدة الشريعة، حطوا الشريعة في التلاجة، مش عايزين شريعتك يا رب، ومش عايزين ناموسك، ومش عايزين وصاياك، عايزين نمشي زي ما احنا عايزين. ده ربنا حتى بيبكتهم ويقول لهم ايه، ولا عملتم حسب احكام الامم التي حواليكم. يا ريتكم حتى يعني كنتوا عدلين شوية زي الامم العدلة اللي حواليكم. في بعض الامم عندهم شوية شرائع واحكام معقول، هم فاقوا الوصف في الفساد. الإصحاح ده خدوه علشان هنرجع له كتير في دراستنا الحسقيال، هتشوفوا ليه ربنا بيعمل كده، عشان بيعدلهم الخطايا بتاعتهم. من أجل أنكم ضجقتم ولا عملتم حسب أحكام الأمم التي حواليكم. مش قادر ما أقول لكم شيء اللي موجود في حسقيال 22، أمثلة لخطايا بني إسرائيل في حسقيال 22. يقول على مدينة أورشليم ديت مدينة الدماء في أول عدد، مدينة الدماء. طلعوها معايا كده حسقيال 22، نقرأ شوية حاجات من اللي هم عملوها. ده قال لهم حتى كمان في أشعية القرية الذانية اللي كانت أمينة أصبحت ذانية، كانت ملقانة حقا دلوقتي مليانة قاتلون. نشوف بيقول ايه في أمثلة الخطايا بتاعتهم في حسقيال 22. هوذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعتي كانوا فيك لأجل سفك الدم، فيك أهانوا أبا وأما، في وسطك عاملوا الغريب بالظلم، فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة، إذ دريت أقداسي ونجستي ثبوتي،
كان فيك أناس وشال سفك الدم، وفيك أكلوا على الجبال، في وسطك عملوا رذيلة، فيك كشف الإنسان عورة أبيه، فيك أذلوا المتنجسة بطنفها، إنسان فعل الركس بامرأة قريبه، إنسان نجس كنته برذيلة، إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه، فيك أخذ الرشوة لسفك الدم، أخذت الربا والمرابحة، وسلبت أقربائك بالظلم. وفي آية 26 كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي، لم يميزوا بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، وحجبوا عيونهم عن ثبوتي، فتدنست في وسطهم، رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة، اعرفوا دي؟ خطفا لسفك الدماء، لإهلاك النفوس، لاكتساب كسب. دي بعض الأمثلة. لو شفنا الخطايا بتاعتهم اللي عدها لهم حزقيال في سفره هنشوفها واحنا ماشيين. طب وبعدين يا رب يبقى ايه العقاب؟ لذلك هكذا قال السيد الرب، هأني انا ايضا عليك، هبقى ضدك، وسأجري في وسطك احكاما. مش انت كنت مفروض تشهدي لي قدام الامم؟ هتعاقبي جهرا وعيانا قدام الامم. في أرميا تلاقوا ربنا الأول قال لهم في ودانهم، في أرميا واحد لما ما سمعوش راح ربنا قال لهم على باب البيت، بيت الرب، ونادي كده على باب بيت الرب وقول لهم على خطاياهم، ما سمعوش. فهيجي دلوقتي يقول إيه بقى؟ هإني أنا أيضا عليك وسأجري في وسطك أحكاما أمام عيون الأمم. خلاص مش عايزة تيجي بالراحة، يبقى لازم الفضيحة. وأفعل بك ما لم أفعل، وما لن أفعل مثله بعد بسبب كل أرجاسك. من أوحش الحاجات اللي عملوها نجاسة الهيكل، دخلوا أصنام وعبدوا أصنام جوه الهيكل، وهنشوفها في إصحاح 8، ويبخروا للأصنام وحاجة مرار. لأجل ذلك اسمعوا بقى، رفضوا وصية الله فمشوا بشريعة أوحش من شريعة الغاب. انتوا عارفين الناس اللي بياكلوا لحوم البشر اسمهم الكانيباليزم، اللي هم بياكلوا لحوم البشر، هم هيوصلوا للمرحله دي، وده اللي ربنا قاله لهم في لويين 26 وتثنيه 32، هتاكلوا لحم بعض. ليه؟ خلاص مفيش ربنا. لاجل ذلك تاكل الاباء الابناء في وسطك. يا نهار ابيض، ومش بس كده، ده الجيجنتايل هيحصل العكس كمان، والأبناء يأكلون أباءهم. كانيباليزموس بالضبط، أكل لحوم البشر. وأجري فيك أحكاما وأذري بقيتك كلها في كل ريح. بيقولوا في الأدب العالمي كده في مبدأ بيسموه هومو هوميني لوبوس، دي كلمة لاتيني، هومو هوميني لوبوس، يعني معناها أن الإنسان يصير ذئباً يأكل لحم أخيه. ده في الأدب العالمي، دي حاجة معروفة. The Mensch is the Menschen ein Wolf، يعني يصبح الإنسان بالنسبة لأخيه ذئب. وإحنا اللي شفناها لما قريناها من شوية كده، بقوا يأكلوا بعض، يأكلوا لحم بعض. ليه؟ فيش ربنا، رفضوا وصية الكتاب، رفضوا وصية ربنا. فالإنسان أو الأمة أو الأسرة أو أي حد يرفض أنه يمشي بكلمة الله يتحول إلى ذئب مفترس يأكل الآخرين ويأكلوا بعض. وأجري فيك أحكاما وأذري بقيتك كلها في كل ريح. من أجل ذلك حينا أنا، يقول السيد الرب، من أجل أنك قد نجست مقدسي بكل مكرهاتك وبكل أرجاسك، فأنا أيضا أجذ ولا تشفق عيني. تخيلوا ربنا لا يشفق، تبقى إيه دي؟ وأنا أيضا لا أعفو. مشكلتهم في حاجتين، رفضوا الوصية ونجسوا الهيكل، نجسوا العبادة، الاتنين دول ضيعوهم، رفض الوصية وتنجيس الأقداس. ربنا يقول لهم فأنا أيضا أجذ ولا تشفق عيني.
مسكين الإنسان اللي يوصل مع ربنا للمرحلة دي، ربنا يقول له أنا أيضا أجد ولا تشفق عيني، وأنا أيضا لا أعفو، ياريتني فوق. ثلثك بيشرح لنا هو يموت بالوباء وبالجوع يفنون في وسطك، آدي الثلث اللي هيموت بالوباء وبالجوع وبالنار. وثلث يسقط بالسيف من حولك، وآدي اللي هيموت بالسيف. وثلث أذريه في كل ريح، اللي هو يقول وأذري بقيتك كلها في كل ريح، وأستل مش كده وبس، وأستل سيفا وراءهم. لما درسنا عبادية شفنا أن حتى اللي فارين كان الأدوميين بيجروا وراهم وياخدوهم عشان يسلموهم عبيد للبابليين. بالضبط ما قالوا الله حصل تماما. وثلث أذريه في كل ريح وأستل سيفا وراءهم، وإذا تم غضبي وأحللت سخطي عليهم وتشفيت. يمكن الكلمة هنا بالعربي مش حلو، تشفيت، لكن تشفيت في أصلها معناها أني كل الخطايا ديت وقفت أمام عدالة الله وأخذت نصيبها من الجزاء. وتشفيت دي يعني عدل الله أخذ مجراه. هم فاكرين إن الله رحوم وشفوق إلى الأبد، نسيوا أن الله كما هو عادل، كما هو رحيم مراحم لا نهائية، هو عادل عدل لا نهائي. عشان كده يقول لهم يعلمون إني أنا الرب تكلمت في غيرتي إذا أتممت سخطي فيهم. وزي ما كنت في وسط الشعوب شعبي هتحصل إيه دلوقتي؟ وأجعلك خرابا وعارا بين الأمم التي حواليك أمام عيني كل عابر. عارا دي هتتكرر كمان في الآية اللي بعديها، فتكونين عارا. الغريب إن حسقيال اسمه حسقيال ابن بوزي. بوزي قلتلكم معناها احتقار أو عار، جشبوت بالألماني، والكلمة دي في الألماني خرابا وعارا جشبوت. إيش بعد دي ماخن، إيش بعد دي تومش جشبوت ماخن، هخليكي عارا. وكأني حسقيال اسمه بيبين لنا خلاصة الصفر، الله يقوي هذا النبي ليتنبأ على العار الذي سيأتي على هذا الشعب، حسقيال ابن بوزي. وأجعلك خرابا وعارا بين الأمم التي حواليك أمام عيني كل عابر، فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودهشا. أربع حاجات ورا بعض، عارا ولعنة وتأديبا ودهشا للأمم التي حواليك. إذا أجريت فيك أحكاما بغضب وبسخط وبتوبخات حامية، أنا الرب تكلمت. عشان الكلام يبقى من ربنا مش من حسقيال، لما الشعب يسمع الكلام يقول لهم ربنا اللي قال مش أنا. إذا أرسلت عليهم سهام الجوع الشريرة، شفناها ديت حسقيال 14 لما قال لهم أكسر قوام الخبز، وشفناها في الإصحاح اللي فات هيأكلوا الخبز بالجوع وبالحيرة. إذا أرسلت عليهم سهام الجوع الشريرة التي تكون للخراب التي أرسلها لخرابكم، وأذيد الجوع عليكم، ده هيبقى مجاعة هونجرز نوت، وأكسر لكم قوام الخبز، مش هيلاقوا حتى العيش يأكلوه. وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرديئة فتثكلك ويعبر فيك الوباء والدم. يعبر فيك الوباء والدم، يقولوا بتفكرنا بالملاك المهلك اللي عبر وقتل أبكار المصريين. ويعبر فيك الوباء والدم، وأجلب عليك سيفا، أنا الرب تكلمت. خلاصة الإصحاح ده دينونة ربنا لشعبه اللي كان شعبه من أجل كسرهم الوصية رفضوها تماما، ومن أجل تدنيس المقدسات. نكتفي بهذا وأستأذنكم علشان اجتماع الكهنة، ولربنا المجد الدائم أبديا آمين.